ذات قيمة مالية قدرها ونشهد ميدالية والجائزة الأخ عبد العزيز شاكر ممثل القوات المساعدة. جائزة مالية 400 درهم. الوقاية المدنية. حداد إسراء غطتنا الجاي ماشي مشكلة جمعية حسب العرائس على هذا القوى بطل بالعدوري المغرب العاب القوى 2018 ابن مدينة القصر الكبير مدينة أبطال المغرب في العاب القوى وكنذكر الجميع الفوز. أيضا معنا زوزوني عصام ايضا هو بطل العاب القوى وهو بطل عالمي العاب القوى الجامعيه كنطلبوا من رئيس الدائره الحضريه الشعبي يلتحق بنا كنذكروا جميع المشاركة الفعالة ديال الكون اللي غادي يعطي الجائزة يوسف الحراق رئيس الجمعية سي حمزة وانت كتسلم الجائزة شي كلمة سي حمزة عدى فهو عدى عالمي للعب بطولة جامعية وتحية لهذا البطل وتحية كبيرة البطل يشارك بطولة العالم كلمة 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 خايسة بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر احنا محتاجين لحل التظاهرات في جهة طنجة تطوان هذا هو اللي يحل على الرتبة الرابعة الوزية مع وزن ثالثة العدو الريفي المغربي ثانية العدو الريفي البطل ديالنا كبير تجا كاملين الحمد لله رب العالمين أبطال هنايا بطل كلمة ضروري كلمة خايفة واش انا ابراهيم هاد السباق كان جميل وهذه اول تظاهره في الجيله في مدينه العرائش كنشكر جميع الفاعلين في مسابقه السباق ابراهيم القنبودي الرابعه حاتمي قلبي
مدينة عرائش وكنشكر مولاي حسن وكنشكر الجمهور العرائش.